أجواء بتاخد العقل، كتير حلوة، كتير محمسة، حابة كل شيء عم نعمله، كتير مبسوطة، ما بعرف عم حسكن أنتو كمان مبسوطين. من دون تصوير أكيد مع الأولاد، وإذا جوزي بالبيت كمان مع جوزي بطبخ، بعمل شوية سبور مش كتير كتير مشان ما أكون يعني عم بحكي شيء مش مزبوط. حي كسوف بعمل شغلات كتير وكتير حلوين، وهيك بيمضى النهار. المفاجأة رح تكون للكل، هي المفاجأة اللي أنا تفاجأت فيها، نقلة بالدور. يعني أنا صار لي أكثر من 20 سنة بمثل، ولا مرة عملت دور بهيدا الجرأة ككاركتر. كاركتر فاجأني، بس أنا كنت حابته من زمان، فمبسوطة كتير بهيدا الشيء. الممثل لازم ينوع، فهيدا الشيء كتير حلو. رح أحضر قد ما بقدر، رح أحضر مسلسلات، بس يمكن بعد رمضان بقدر تابع أكتر، لأنه نحن بعدنا عم نصور باللوك داون بظروف كورونا. بس قد ما بقدر بحب أحضر، بحب شوف الكل شو عاملين، بحبهم كلهم، لأنه كل شخصية عطيتني شيء، كل شخصية أنا تعبت فيها، أنا حاولت أعمل فيها يمكن هيك شيء مميز جديد. بس شخصية سحر للموت، ما بعرف ليش هيك عندها هيك شيء كتير مطرح حلو بجواتي. يعني ليه ما بثبت على ثنائية؟ لأنه الكاستنج هو بيفرض حاله. يعني أنا ما بنقي، أنا السنة بدي أعمل مسلسل مع فلان أو فلانة، حسب الدور، الشخصية، الكاركتر، الكاستنج. جمال سلمان أكيد هو اللي بيعمل هيدي التركيبة، بالإضافة للمخرج اللي هو كمان بيعطي رأيه، ومنمشي بالمسلسل. أجواء رائعة، فيها محبة، فيها مودة. الممثلين أكثر أيام التصوير عم تكون مع دانيالا رحمي اللي هي صديقتي وبحبها كتير، باسم مغنية صديقي، محمد الأحمد، خالد القيش، ومجموعة كبيرة من الممثلين. الأجواء كتير حلوة بس كتير متعبة. نحن صورنا بأهدن بمنطقة بلبنان، خارج ليلة كل الليل بفساتين رقيقة صيفية، والحرارة 10 تحت الصفر. تعبنا كتير بس احنا مبسوطين من هيدا الشيء، لأنه بسهولة في المخرج ينقل مشاهد برا داخلي بالصالون. حنفقد كتير من جمالية وحقيقية المسلسل. أول شيء بدي أقول thank you لسيدتي، لأنكم بتحبونا وبتحبوني بشكل خاص، دايما بتتابعونا ودايما هيك بتعطونا جمالية وبتضيفوا علينا جمالية، وبتقربونا من الناس وبتخلوني حبونا أكثر. I love you so much.